إله إلا الله. الحمد لله الذي جمعكن في هذه الساعة وفي هذه العشية على ذكره سبحانه وتعالى وذكر رسوله سبحانه وتعالى والتوجه إليه سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، والتواصل في الله والتزاور في الله بمناسبة ولادة هذا المولود أسعده الله مع خواصه للسعود، واجعله من الموفين بالعهود، واجعله من الركع السجود، واجعله من خواص أهل الصدق مع المعبود في الغيب والشهود، وأنبته نباتا حسنا، وصانه سرا وعلنا، إنه أكرم الأكرمين، واجعله من العلماء العاملين، هداة المهتدين، الداعين إلى الله على بصيرة، السائرين في خير سيرة. وهل على ظهر الأرض ومدة الحياة الدنيا من حين الولادة إلى الوفاة يكسب ويحصل وينال ويوهب شيء أكرم أو أجمل أو أفضل من أسرار الصلة به والمعرفة به والوعي لخطابه ولوحيه والعمل بمقتضى ذلك والتزود باستعدادا للقائه جل جلاله وتعالى في علاه؟ لا، والذي خلق السماوات والأرض ليس بين السماء والأرض أشرف من ذلك ولا أرفع من ذلك ولا على ظهر الأرض أجمل ولا أفضل ولا أكسب ولا أنسب ولا أربح ولا أتجر من كسب الإيمان والعمل الصالح. تلكم التجارة التي أشار إليها الرحمن وعرضها علينا المنان في القرآن: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ أول فوائدها النجاة من العذاب الشديد الإيلام، العذاب الأليم، وهو الذي يتعرض له جميع من بلغتهم الدعوة من الكفار فلم يسلموا، وجميع من أصروا على العصيان ولم يتوبوا ولم يعف عنهم ويغفر لهم، يتعرضون لهذا العذاب الأليم، وهم كثرة كاثرة من هؤلاء المكلفين. اللهم أجرنا من عذابك الأليم. فأول فوائد هذه التجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فمن أقامت في هذه الدنيا سعيها وفكرها ووجهتها على هذا الأساس، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، هي الواعية وهي المؤمنة وهي التقية وهي الصالحة وهي الرابحة ذات التجارة الرابحة. وكل من ألهاها وأغواها ما يأخذ عقول الناس في هذه الأرض من التفاخر بالزينة والتكاثر وإرادة المباني والبيوت والثياب والسيارات والمتاع الفاني، وهي طلبات اليهوديات والنصرانيات والفاجرات والملحدات، كلهن يشتركن في هذا الطلب. ولا ميزة للمؤمنة بطلب شيء من هذه الأشياء، بل لا تطلب من هذه الأشياء شيء إلا وقد سبق إليها كذا كذا ألف ألف فاجرة وكافرة وساقطة وهابطة، ولكن الطلبات التي تختص بها المؤمنة درجات المعرفة بالله، درجات القرب من الله، حسن الاستعداد للقائه، هذه مهمتنا الكبيرة في الحياة. من أغفلنا عنها؟ من أنسانا إياها؟ من صرفنا عنها؟ من أوقعنا في الإهمال فيها وفي شأنها؟ يا ربي أنقذنا. فإذا جاءت مثل هذه الولادات لنا يجب أن نتذكر هذه السعادات وهذه الخيرات وهذه المهمات وهذه المقاصد الرفيعات وهذه الغايات الشريفات وهذه المطالب السنيات وهذه المرادات العلويات السماويات الأبديات السرمديات الدائمات الخالدات. نعم المطالب، مطالب المؤمن أن يطلب رب العرش، أن يقصد رب العرش. قال المؤمن من آل فرعون يكتب يملي قومه: يا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعوني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار.
وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعون إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وكانت نهاية المطاف وغاية النتيجة، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة تدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وإذ يتحجون في النار ويقولون دول هؤلاء ضلونا، قال هؤلاء ضلونا، قال هؤلاء، قال أنتم، قال أنتم، ولا ينفعهم شيء من هذه المحاجات. وكما ذكر الله وكرر علينا في الآيات خبر هذه المحاجات والمجادلات بين أهل النار، وهي خلاصة الفكر القائم في الأرض على الإلحاد وعلى الكفر وعلى الطغيان وعلى الشرك وعلى تكذيب الأنبياء، النهاية هذه المحاجات وهذه المجادلات، هذا مستقبلهم، فما أقبح مستقبلهم وما أسوأ مصيرهم ومنقلبهم. يا أيتها المؤمنة، نظرك إلى حياتك وإلى مسألة الأولاد فينا وإلى مسألة الأبناء والبنات فينا، لماذا نريدهم؟ لماذا نفرح بهم؟ أم مجرد الطبيعة الفطرية الإنسانية؟ أم أن لنا أدنى من ذلك وأقل وأسوأ من ذلك، مرادات تغلب على نفوس وعقول الكفار والفجار، ليكونوا جالبين للمادة، ليكونوا لنا على متاع الحياة الدنيا؟ هذه نظرة الكفار والفجار وأمثالهم. أو نعتلي في نظرنا إلى أولادنا إلى ما يقول عباد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ليكونوا من العمل الصالح الذي يبقى للأم ويبقى للأب بعد وفاتهم مستمرا، أو ولد صالح يدعو له، وإن ورد الرجل من كسبه، وأن يكون من خلفاء النبي محمد، يا ما أشرفها ويا ما أعظمها من نية ومن قصد، أن يكون الولد وبنته من خلفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتخلف بنته الزهراء، ويخلف ولده زين الوجود، وابن أبي طالب وأبو بكر وعمر وعثمان والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، يكون وسط بيتك خليفة لهم، وسط ديارك نائب عنهم ومتصل بهم، هذا الشرف الآخر، يحشر معهم يوم القيامة، ويحشرون أهل الدار كلهم معهم يوم القيامة، وإلى ظل العرش، وإلى لواء الحمد، وإلى الحوض المورود، وإلى جنات الخلود، ونعم المصير، ونعم المستقبل، ونعم المآل. يا أيتها المؤمنات، نظرنا إلى البنين والبنات يجب أن يتقوم بهدى الله الأقوم ومسلك رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا نأخذ فلسفات من طغى ولا من بغى ولا من كفر ولا من أشرك ولا من ألحد ولا من انقطع عن الله ولا من شقي في الدنيا والآخرة، والعياذ بالله تبارك وتعالى، فلسفاتهم نحو الأولاد ونحو الأبناء والبنات، ومع ذلك كله فقد تربص بهم أرباب الأنظمة الكفرية الفارغة، وقد كانوا يعطونهم نصيب من المتعة الفطرية بحريتهم مع الأبناء والبنات إلى 15 إلى 18 كان ونقصوها، وبعدين إلى 15، وأوحت إليهم أنظمة الكفر لتقطع حقائق الصلة بين الآباء والأمهات والبنين والبنات، وتقول للمسكين الذي جاء إلى الحياة الدنيا وهو عرضة للتأثرات الإيجابية والسلبية، كل مولود يولد على الفطرة، أبواه يهودان نصران مجيسان، يقولون له بما يوحون إليه من وحي إبليس وجنده، لا ترتبط بأبيك وأمك، لا تتقيد بفكرهم،
لا تتقيد بسلوكهم، لا تتقيد بقيمهم، أنت حر، جئت إلى هذه الحياة الدنيا لتعيش حياتك كما تريد كما تهوى. مسكين هو عبده ما تكون عنده حقائق معرفة بالإنسانية ولا بالإنسان ولا بالمصير ولا بالحكمة خلق الأرض ولا السماء، ليوقعونه في قبضاتهم. فصاروا الآن ولا عادها 15 ولا 10، ومن قبل العشر بدهم يوحون إليهم في المدارس بالسوء وبالأسوأ وبالانحراف وبالعناد وبالطغيان وبالتمرد على الأبوين حتى أفقدوهم، أفقدوا الأسر، الحياة الأسرية الكريمة، الحياة الأسرية الهادئة الهانية أفقدوهم إياها، فصاروا مع جعش، والأب في قلق والأم في قلق والابن معرض لمخالب سباع جائرة بطاشة خبيثة من الأنفس والأهواء وشياطين الإنس والجن، وإلى أين يصير الحال ويصير الفكر وهكذا. والعياذ بالله تبارك وتعالى، كانت فلسفة الكفار نحو هؤلاء الأولاد. قال رب العباد وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، ما تكسبون بها بمجردها حقيقة شرف ولا كرامة ولا فخر ولا شيء يبقى إلا من آمن وعمل صالح. آمنتم وعملتم الصالحات صار الأولاد خيرا لكم في الدنيا وفي الآخرة، وصاروا لكم قرة أعين، وصاروا سبب لارتفاع درجاتكم. يقول تنجيكم من عذاب أليم تؤمن بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وخذوا النتائج الكبيرة من وعد الذي لا يخلف الميعاد، رب العباد القوي القادر الذي لا يتخلف أمره وهو على كل شيء قدير. يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن وذلك الفوز العظيم. قال وحتى في الدنيا دي اللي يشغلونكم بها والذي يغرونكم بها التي يغرونكم بها حتى في الدنيا. قال سبحانه وتعالى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. وتضمنت الآية معنى من العتب على ملتفتين للدنيا. قال بودي اللي تحبونها أنتم نعطيكم إياها وإن كانت هي إلا زائلة وفانية وفي الطريق، لكن حتى هذه بنعطيكم إياها. لكن شوفوا خبرنا ودي تحبونها، وقولوا تحبونها يعني نفوسكم ميالة إليها، حتى ذي اللي مات نفوسكم إليها بنعطيكم إياها، ولكن الكبير ذاك العظم بنعطيكم إياه فليكن همكم فيه. وأخرى تحبونها نصر الله فتح قريب وبشر المؤمنين. فالنصر نصر القيامة، النصر لأنه النصر الأكبر والنصر المستمر والنصر المثمر للنعيم الدائم وللذاذة البصال والقرب من ذي الجلال والفضل والنوال والعطايا الجزال بما لا يخطر على بال. خزائن خزنها الرب ما رضي أن يحيط بها بل ملك ولا نبي ولا مقرب ولا من أحد من السماء من الأرض، وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويقول في الآية الأخرى فلا تعلم نفس، نفس النفس ملك، نفس بشر، نفس جني، أي نفس، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لأن الذي أخفى لهم الله، الله أخفى لهم هذه الخبايا وخبى لهم هذه الهدايا جل جلاله بعظمته وإرادته الواسعة وقدرته الطليقة جل جلاله. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لهذا يا أيتها المؤمنات انتبهن من مجهاتك وثقافتك ووعيك عن مسألة البنين والبنات، وانظروا أن الغاية منهم من يصير سببا لرفعة الدرجات لوالديه، وسببا لسرور قلوبهم في الدنيا والبرزخ والآخرة، وسببا لرفعة المكانة في المجاورة للمصطفى صلى الله عليه وسلم والمرافقة له، وللزهراء وللكبرى
وللسابقين الأولين مهاجرين والأنصار والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونعم الأولاد أبناء وبنات بهذه الصورة، ومنهم من يكون سبباً للعذاب، ومنهم من يكون سبباً للقطيعة، ومنهم من يكون سبباً لدخول النار، ومنهم من يكون سبباً لأن ترد عبادات الأب أو الأم عليهم ولا تقبل منهم بإهمالهم لهؤلاء الأولاد وبانحراف هؤلاء الأولاد ورضاء هؤلاء بهم، أن يسلموهم لأيدي الفساق والفجار أشرار أهل الأرض. ويبدون يدخلون على سن وتنفتح لهم هذه الفجوات، وتنفتح لهم أيضا هذه المداخل، شيء من قبل الأصدقاء وشيء من قبل المدارس وشيء من قبل الأجهزة اللي تجي وسط البيت. وإذا بينفتح باب بعد باب بعد باب في الإبعاد والإفساد وتعليم العناد والبعد عن رب العباد وقطيعة المصطفى صلى الله عليه وسلم والخروج والانحراف عن منهجه ومنهج الرشاد، فكوني على بصيرة وكوني على وعي وكوني على إدراك، وربي وعلمي وانوي النية صالحة، واسأل الله يوفقك وأن لا يسلط على أحد من أبنائك وبناتك أقاويل وأباطيل وأضاليل إبليس وجنده من الإنس والجن بأي وسيلة من الوسائل التي يستعملونها وبأي طريقة من الطرق التي يتخذونها. فيا رب احفظنا وأبنائنا وبناتنا من شر النفوس وشياطين الإنس والجن، واجعلنا في حصنك الحصين وحرزك المتين والتبعية الكريمة الشريفة التي فيها العز والكرامة لنبيك المصطفى، ويكون هوانا تبعا لما جاء به نبيك المصطفى، حتى لا يسمع أبناؤنا من حين ما تتكون نطفة أحدهم في بطن أمه إلا الذكر وإلا القرآن وإلا الكلام الطيب وإلا كلام الصالحين، ولا ينظر من حين ما يخرج من بطن أمه ولا تقع عينه إلا على خير وإلا على وجوه صالحة وإلا على مناظر طيبة صالحة تزيد إيمان ويقين، حتى يكبر فينظر القرآن وينظر السنة الغرة وينظر آيات الله في الوجود بعين مصونة عن الخيانة وبعين مصونة عن تسلط العدو عليها في تنفيذ وتطبيق لأمرك ومنهجك وشرعك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إذا بغتيها تمتثل أمر الله ما تبدي زينتها من عادة صغيرة عندك في البيت من أيامها في المهد، خليها على الحياة والحشمة. وإن كانت عادها صغيرة ما يحرم النظر إليها، ولكن خليها بالستر وخليها بالحشمة وخليها بالثوب المطوي عليها، وإذا بدأت تلبس الثياب لا كمام قصيرة ولا قصر في الثوب، لا تنكشف السيقان ولا تنكشف الصدر ولا ينكشف النحر، إن بغتها ما تبدي زينتها إذا كبرت ودخلت حد التكليف وصارت في المجتمع مؤثرة إيجابا أو سلبا. من البداية إذا نشيتها على هذا فالمرجو من كرم الله أن تحيا طول عمرها على الستر والحشمة والحياء. وهكذا حتى جاءنا في الآثار أن إذا نزعت المرأة ثيابها في غير بيتها وغير بيت زوجها فقد هتكت سترها فيما بينها وبين ربها جل جلاله. فعلميها الحياة والحشمة من الصغر، ما هو كل ما جابوا لش من موضة لعبوا على بنتش بها ولعبوا على ولدش الصغير مسكين بها، وفكوا علينا ثياب قالوا للرجال طولوها وحطوها تحت الكعبين لأن نبيكم يقول ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وحطوا البنات ورفعوها لأنه يقول لشبر ذي المشبر كان من اعتناء صلى الله عليه وسلم بنفسه يجيب بعض ثياب سيدتنا فاطمة يجيب بيده الشريفة يقيس لها من عند كعبها شبرا، يقيس لها شبر يخلي ذيل لها شبر بيده الكريمة بشبره الكريم يحطها على شبر. قالت له أم سلمة لما قال ذيل المرأة دي شبر، قالت إذا تنكشف أقدامهن، فقال فذراع لا يزيدنا على ذلك، فذراع لا يزيدنا على ذلك. إذا قالوا أن إزار الرجل من أفضل أو سنته إلى نصف الساق وجوازه إلى الكعبة،
وذيل المرأة، لباس المرأة السنة فيه الشبر، والجواز إلى الذراع. عكسوا، قالوا رفعوا حق البنات، طولوا حق الأبناء. واشتريناها بالفلوس حقنا، عدوها غالي لأن موضة جديدة. غالية إيه؟ غالية تبعده من الغالي، تبعده من العالي، تبعده من الحبيب، تبعده من الرب. هذا غالي، هذا خساسة، هذا خبيث. وعاد يشتريه بفلوس، وحق بناته كذا، وحق أبنائه كذا. عجيب والله. وانت من فرض عليك تطلع كذا؟ وخلاص وقدرنا احنا ان البلاد والبلاء والغباء وهذا الاستتباع، والعاد عرفنا في مجتمعاتنا حتى نخيط ثياب ابنائنا وبناتنا. يا فجار يا كفار، ايش تريدون نعمل؟ صنعوا لنا ونحن نلبس. انتم بس جهزونا، احنا نلبس من وراكم. ما عرفنا حتى نخيط ثيابنا ونخيط ثياب ابنائنا وبناتنا. والا حتى اذا قمنا خيطنا نقول ايه تحبون انتم؟ نصلح كما كان بان نقلدكم. خلوا الأنبياء، خلوا المرسلين، خلوا الأولياء، خلوا الصالحين على جنب. يا فساق يا سقطة، بنقلدكم بنتبعكم. هكذا يقول كثير من المسلمين والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويقول الله إذا خيطت ثياب العشمة ما حد بيشترين، عسى ما حد يشترون. وانظر اصدق مع الله تعالى وسيأتيك الربح والخير. وأخرى تحبون أصلا فتحون قريب من هنا ولا من هناك، خذها بيقين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واما اذا التفت نظرك الى كثره ووفره المال السريع، فهذا انت وشانك. ما احبها احد الا اذلته واهانته واوقعته موقع السقوط والمهانه في الدنيا قبل الاخره والعياذ بالله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي جمعك في هذه المناسبة، وضعف الله البركة الولد عمر بن رعد بن عمر الحامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم. وكان من اهتمام سيدنا الشيخ أبو بكر بشان فلسفة الأولاد والثقافة القرآنية فيها. يقول يا رب، من كان من أولادي ما تعلم فيهم نفع ولا خير للمسلمين، فحب لي تنسفه أم ودم يخرج من البطن قبل ما يتكون ولا يخلق ولا حاجة لنا إلا بمن ينفع عباد الله تبارك وتعالى. وهكذا يقول إن خيرت بين العلم وسلامة الصدور، فاخترت الأولاد يدرك سلامة الصدور، لأنها يعني محل نظر العزيز الغفور جل جلاله. وإذا سلمت الصدور العلم بيجي والخير كله بيجي. لكن قال هذا أهم شيء، أن يكون صدر سليم، ما هو تابع لفاجر ولا لكافر ولا لغافر، ولا يوثر غير الله على الله، ولا يكن السوء على أحد من خلق الله تعالى. هذا القلب السليم. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاستفد من هذه المجالس، من هذه الموالد، ومن هذه المناسبات فائدة صلات برب الأرض والسماوات، ونظر فيما يجري في أسرك وفي ديارك، ونظرك إلى الأبناء والبنات وكيفية تربيتهم وكيفية تدريسهم وتعليمهم وكيفية زرع وغرس المكارم والشيم والأخلاق فيهم. فكل من اجتهد في ذلك ما يخيبه الله تبارك وتعالى، ويجد أثر ما اجتهد وأثر ما قام. وكل ذلك يأتي بفائض من الرحمة ومن العطف ومن الشفقة، مع حزم في مواطن الحزم، حزم في مواطن. وهكذا نذكر صلى الله عليه وسلم أدبه ملاطفته للأطفال وتنشئتهم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كله يطلعون على كتفه وعلى ظهره الشريف، ويمشي بأحدهم بيديه ورجليه وهو على ظهره، وإذا طلع أحد ظهره وهو في السجود طول السجود بزيوده حتى يخرج الطفل من على ظهره صلى الله عليه وسلم. كذلك كان يفعل مع الحسن وغيره. مع ذلك كله رأى يوم هوى بيده إلى تمر من الصدقة وضعها في فيه، قال لا 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 لا، كاخ كاخ كاخ، وأجاب إصبعه الشريف وخرجها من وسط فم الصبي. ربما كان صبي جايع وذاك اليوم، في ذاك اليوم ذاك الوقت كان رغبان في التمرة، خرجها قال هذه صدقة، أما إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، أما تدري أن لا نأكل الصدق؟ كخ كخ كخ، خرجها من فمه الشريف.
بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. فهكذا شأن التربية وشأن الحزم، ما هو إذا بغى شيء أعطيه إياه، كيف أي شيء بغى تعطيه، تعطيه اللي ينفعه، تعطيه اللي فيه فائدة له، وما عليه ضرر فيه منعه منه. وإلا بعده بغى السكين أعطيه، بتشوفه بعدين بيعور عينه، بتصبح على عين ولدك ولدين، وكيف مسك السكين منه بعده، قال بيبكي خليه يبكي، وبعدين يبكي لمشي في مصلحته، ويشكر بعدين إذا كبر ويعرف أنك بالرحمة والشفقة جنبته النار وجنبته السكاكين وجنبته الذي يضره في جسده والذي يؤدبه إلى التعب. وهكذا يجب أن يجنبهم ما يضرهم. وكانوا في مثل بلدتكم هذا حريصين على أولادهم، والولد ما يكاد لا يعرف سوق البلد ولا يعرف أماكن الغفلة فيها، ومع أهله ووسط الدار، وإذا راحوا لعند حد من أقاربهم أخذوهم وفي أوقات معينة، ومع ذلك ملاحظينهم ومنتبهين منهم ومن كلامهم والذي يدور بينهم. وهكذا لما رفع صوته بكلمة غير لائقة، لا هي لعن ولا سب، ولكنها ما هي قويمة سليمة. جاءت الحباب هذه أم كلثوم بنت محمد بن هشام، وجاءت إلى فم الصبي بسواك من قفاه، وساكته حتى أدمته، قد كيتفل تفل قدام، قالوا من الكلمة الخبيثة اللي يتكلم حد يقول كذا، يا ولدي ما تنطق بهذه الكلمة، عيب عليك لا تقول كذا. فطلعوا على يدها طاهر بن حسين وعبد الله بن حسين، ذا وردوا 25,000 من لا إله إلا الله، وعشر أجزاء من القرآن الكريم، وخمسة وعشرين ألف صلاة على النبي، 25,000 يا الله يا الله. لسن ما تعلمت النطق بالسوء أصلا، ونشأت على ذكر الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا شأن التربية وسر التربية، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. الحمد لله الذي أحضركم وأسمعكم وقرتين هذه الخيرات، بهذا تعمر البيوت وتعمر المنازل، والله يجعل عمر هذا معمور بكل نور وخيور وعامر. يعمر الله به المنازل، يعمر الله به مراتب الدين، يعمر الله به دياره، يعمر الله به مسالك الأخيار، ويعمر الله به حقائق الدين. الله يثبته على الاستقامة ويجعله ممن ترعاهم عين عنايته في الدارين، وينظر إلى جميع أبنائنا وبناتنا وأصباطنا وأحفادنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا وجميع الحاضرين وأولادهم وأحفادهم وأصباطهم، ويسير بهم مسار من أراد إكرامهم وجمعهم في دار الكرامة في زمرة المظلل بالغمامة، سيد أهل الشهامة، كريم أهل الكرامة، زعيم أهل الزعامة، سيد المرسلين، خاتم النبيين، حبيب رب العالمين، بجاه عليك لا تفرق بيننا وبينه يا الله، واجعل في قلب كل واحد من الحاضرين من الحاضرات في هذا المقام نورا يشع من سر الاتصال بهذا الجنات، نحل فيه بحلية الآداب ونستقيم على منهج الهدى والصواب، حتى تسقينا في الدنيا من أحلى شراب، وتغمرنا بمرافقة الأحباب في مراتب الاقتراب الدنيا والبرزخ ويوم القيامة ودار الكرامة يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب اجعلها ساعة عطاء واسع لكل حاضر ولكل سامع، واجعلها ساعة منن وهبات تشمل جميع الحاضرين والحاضرات، تغمرنا وإياهم بها بالعجائب العطيات وسني المنح الربانيات والمنن القدسيات القدوسيات، يا حي يا قيوم، نسألك النجاة وحقيقة التقى والاستقامة على منهج محبوبيك وكل من عبد منتقى، وأعذنا من كل سوء حاط بعلمك في الدنيا والآخرة، واقبلنا على ما فينا، واقبل بوجهك الكريم علينا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.